أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج حديثك على الهواء. فيكن دايما تتابعونا عبر شاشة تي في 17 على صحن الفضائي عربسات، وأيضا على أبليكيشن تي في 17، وأيضا من خلال اليوتيوب، فيسبوك، إنستغرام وتويتر. اليوم معنا مؤسس مجموعة نيو لبنان، وأيضا مؤسس ثلاث شركات أمريكية ولبنانية تتعاطى في تطوير أجهزة لجراحة القلب، والحائز على أكثر من 50 براءة اختراع في مجال وحقل الطب، المهندس الدكتور وليد أبو الحسن. دكتور وليد، أهلا وسهلا فيك، ورح بلش بسؤال: شو دور الطبيب بلبنان؟ وشو دور، أكيد بنعرف دور الطبيب، بس شو دور الطبيب بهالأوضاع اللي نحن فيها، الاقتصادية، نقص الدواء، نقص الطبابة، شو دور الطبيب بهيدي الأوقات؟ أول شيء بدي أتشكرك على استضافتي بهالبرنامج، وبدي حيي كل فريق تي في 17 على هذا العمل الجبار، لأنه الوعي هو الأساس في كل ثورة وفي كل لحظة، مش بس بالثورة. مشكور مشكور. إن شاء الله دايما منبرنا بيكون حر لإلك ولكل الثوار. فمن هيدا المنطلق كان عبالي هيك يشدد على دور الطبيب، لأنه دور الطبيب شخص مثقف، شخص عنده دوره بالمجتمع وعنده مكانته ومقدرته على إقناع الآخرين، وأنه يكون قدوة ليوجههم إن كان طبياً أو إن كان اجتماعياً. وشفنا المعاناة يعني من الكورونا لانقطاع الدواء للنقص في الاستشفاء. فهل فيك تخبرنا أكثر من وجهة نظرك شو ممكن يلعب الدور الطبيب دور بهيدي الفترة؟ اليوم الطبيب والممرضة كل هذه الفئات مقيدة. مقيدة. الطبيب من دون دواء لا يمكنه أن يفعل شيء. الطبيب من دون كهرباء، الطبيب من دون مازوت، يعني اللائحة طويلة. فالطبيب اليوم أصبح عنصر لبناني، دوره الأساسي أنا بنظري هو بناء الوطن. من دون بناء الوطن لا دور لا للطبيب ولا للمحامي ولا لأي فئة معينة. اليوم الطبيب هو إنسان مثل ما ذكرت وتفضلت إنه إنسان مثقف، وما في فرق إذا كان عن مثقف أو غير مثقف. ياما في ناس عندها الشهايد العليا ولكن قررت أن تنهب بلد، وياما في ناس ربيت على الفلاحة وأولاد فلاحين وعندهم الفكر وعندهم الوعي. اليوم دور الطبيب دوره أساسي أنا بنظري، لأنه بإمكانه أنه يعطي دور في التوعية. التوعية هي أساس الثورة يا أخي. أنا هاي اللي بقوله، أنه اليوم واجب كل طبيب أنه يشارك بهاي الثورة، أنه يفتح كتبه، أنه يعطي الناس أمل أنه في ثورات بالعالم قامت وفي شعوب وصلت للحضيض أكثر منا، ولكن بتكاتف المجتمع من أطباء وغير أطباء بنقدر نطلع من هاي المحنة. هذا البلد يعيش على بركان ذهب، ما واجب أنه نكون جعانين ولا نكون أنه مفقود الدواء عندنا. فأنا بقول دور الطبيب الأساسي هو اليوم التوعية الاجتماعية، والطب هو الشغلة الثنائية. هذا رأيي بالموضوع. طب ليش اللبناني عم بيعاني اساسا من النقص في الدواء والاستشفاء، مع العلم انه في عندنا نحن بلبنان معامل ادويه قادره تعمل ادويه جينيريك وقادره تعمل ادويه اساسيه؟ يعني امبارح شفنا كان في حاله وفاه من وراء دواء التهابات، شوف لوين الحاله. بنفس الوقت عندنا اشخاص مثلك قدرانين يصنعوا ادوات طبيه، وامبارح كانت باول الكورونا النائب الفريم كان كمان عم بيحكي انه عنده شركة عم بتصنع اجهزة لتنقية الاكسجين. طب عندنا كل المؤهلات وعندنا كل الموارد، ليش في عندنا هالنقص؟ ليش في عندنا هالمشكلة؟ المشكلة اذا بدك ترجع لاساس المشكلة، وهي أنا بنظري معالجة أساس المشكلة هو الأساس. النقص في الدواء اليوم لسبب معروف، لسبب كتير معروف، تهريب الدواء، تهريب المازوت،
اللي عم يتعاطوا باستيراد وتوريد الأدوية و ما عم بيشتغلوا بنظافة. يمكن لأنه الظروف لا تسمح لهم، ولكن لب الموضوع أنا بدي أرجع أحكي سياسي، مع أني طبيب ولكني أنا ثائر وأفتخر بثورتي أكثر مما أفتخر بشهادة الطبية. اليوم نحن تحت احتلال إيراني بقوة السلاح، وهذه قوة السلاح التي تأمر كل فريق من أي كان من دون أي استثناء أبدا، بتأمره بالمليح أو بتأمره بالقبيح، بقوة السلاح بالإقناع اليوم لي عنا أزمات بكل هاي الأصعدة، مش بس بالدواء، لأنه في احتلال احتل كل مرافق الدولة وهو عم بيحرك، بإمكانه إنه يفتح ويسكر أي معبر، بإمكانه إنه يستورد أو يصدر أي شيء بريده. بس في رأي تاني بيقول إنه نحنا إنه حاجزين لنا أموالنا بالبنوك، وهذا سبب أساسي ليه ما قدرانين ندفع حق البضاعة. يعني إنه شو بدها البضاعة، ما كل دول العالم تقدر تبيعنا، حتى اللبنانية بيقدروا يصنعوا الأدوية بحد ذاتهم، ولكن ما عم بيحرروا لهم أموالهم من البنك ليقدروا يشتروا هيدي البضاعة. طب هيدي منا حصار لا أمريكاني مثل ما هن بيقولوا، ولنا حصار حزب الله داخلي، لأنه كمان البنوك هن المسيطرين، يعني اللي هن أصحاب البنوك والسياسة المغطية لإلهم هن اللي حاجزين الأموال. صحيح هذا الحكي كتير صحيح، ولكن في واقع الحال اللي عم يصير الأموال المتبقية للمودعين، أنا مني اقتصادي ولكن بتصور أنه في 15% أو 20% هذا احتياط. 15% الذي سرق 85% ما كان في 85% مظبوط ونهبه صحيح وفجأة اختفى. الذي سرق 85% عينه على سرقة 15% المتبقية، عينه على سرقة الذهب المتبقي. الحرامي ما عنده طموح انه يوصل لرقم معين ويقف عليه، بس انه انا بنظري ما عم بيحرروا هاي الاموال لسبب بسيط، لان بدهم ينهبوا الباقي، يعني مثل ما نهبوا ال 85 وما شبعوا منها، بعد في ال 15 ما راح يحررون فيها، بدهم ينهبوا منها. طب هلا كمان عم نشوف انه البنوك بعدهم عم بيتابعوا ب هالقوانين، منا قوانين صراحة، تعليمات من حاكم مصرف لبنان اللي هي منا قوانين وغير جائرة، تعميمات عم بيعملها لكيفية إدارة هيدي المرحلة، إن كان الكابيتال كنترول اللي ما بعرف هلأ إذا بعد له نفع بعد ما هربوا، والنفس الشيء مثل ما بيقولوا الهيركات اللي عم يعملوها مصطنعة، يعني كل واحد عم يعمل هيركت على نفسه بس لحتى يطلع له شوي فتات من الأموال اللي حطهم بالبنك، وعم نشوف البنوك بعدها عم بتهرب الأموال. طب هالأموال المهربة كلياتها عم بيقولوا تفوق $20 مليار. شو عندك معلومات، شو عندك معطيات لهيدول الأرقام، وهل فعلا حنقدر نسترد شيء منها؟ أنا الصراحة هيئت لهالسؤال، لأنه أنا بعتبر هاي قصة الأموال الملهوبة هاي لإلهاء الشعب بأمور تافهة، ليمرقوا اللي بدهم يمرقوا. هاي رأيي بالمختصر المفيد. أنا راح أعطيك كم رقم. The Stolen Asset Recovery Initiative هاي مؤسسة تتبع للأمم المتحدة اللي هي ما عندها مقرب انه تزيد الأرقام او تنقصها. هاي بتقول انه بيخمنوا السرقة سنويا من $20 لـ $40 مليار في الدول، بدي اقول العالم الثالث، ولكن اللي عم يقدروا يرجعوه من $40 مليار كانت $5 مليارات ورجعت على مدى 15 سنة. هل هيدا عم نحكي عن تونس او الاموال المهربة؟ هاي هيبت الاحصاءات، هاي
بتحصي الإجمال بالدول الغير متقدمة. يعني تونس من ضمنها أو تونس من يعني من أصل كل هيدي الدول اللي يمكن اللي قامت هلا الأربعين مليار اللي تهاي ما أنا بعرف أكثر من 40 مليار إنه هني عم يعملوا إحصاء إنه تقريبي إنه تقريبي الأربعين مليار اللي عارفينين فيهم واللي عندهم صحيح. يمكن ملفات فيهم قدروا يرد خمسة وعلى مدى 15 سنة. إيه مش بيعطوك إياهم اليوم. الإحصاء الثاني اللي بدي أذكر لك إياه اللي هي لذات المؤسسة اللي اسمها ستار هي اللي هي Stolen Asset Recovery Initiative. إيه بتقول لك من سنة 2006 لل 2012 في 2.6 مليار دولار انسرقوا ورجع منهم 423 مليون دولار. يعني دائما النسبة من المليارين و 600 مليون دولار. إيه رجع 423 مليون. يعني النسبة دائما عم تكون أقل من 25% من الأموال ممكن ترجع. يعني هلا يعني هاي بتصور هلا ليك وما غلط يعني حتى لو هيدول منيح بضل يا خي ملاح صحيح ملاح. نرد شيء من الجمل إدنه أحسن مما نرد شيء. ولكن أنا بنظري هاي الأمور كل هالأمور هاي يعني الانتخابات النيابية وأمور الأموال المنهوبة عم يلهوا الناس فيها وهن عم يسرقوا. طب وين القضية؟ وين لكن لازم نروح طالما هيدي الأموال المنهوبة إلها تشكيل الحكومة إلها اللي هلا أنت عم بتقول كله إلها. طب وين لكن لازم نفوكس؟ وين لكن التركيز؟ سؤال كتير حلو أنا بتشكرك على يا هلا. الحل الداخلي مستصعب جدا. ليه؟ لأنه نحن مثل ما ذكرت لك نحن دولة تحت احتلال مطبق بقوة السلاح. إمكانية أنك تعمل شيء في هذا البلد ضئيلة جدا. الشيء الوحيد اللي فيك تعمله هو دوليا. دوليا عندنا البطرك الراعي دعا من فترة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة مش تحت أي دولة أجنبية لأن الفرنسي متآمر. الفرنسي اجا نزل على الجميزي وعمل وسوى وكان بنهاية الموضوع رجع عوام السلطة الفاسدة سلاح حزب الله لا ذكر له. التدويل ما معناته انه ندخل نحن نصير مطابقين للامريكان الذين نهبوا الشرق الاوسط باجمعه ان ندخل مع الفرنسيين الذين نهبوا خاصة بلادنا واليوم بعدهم عم يحاولوا ينهبوها. البطرك الراعي بتصور تقدم بفكرة رائعة أنه يصير اجتماع دولي تحت إشراف الأمم المتحدة أن يتدرس الأمم المتحدة كيف يمكن للبنان أن يطلع من هذا المصيبة. هلق مش بس دور الأمم المتحدة ودور البطرة حتى بمحل يمكن راح أبعد من هيك كانوا بدهم يحطوا لبنان تحت البند السابع ويصير في قوات دولية عنا بلبنان هي اللي تفرض هيدا. يعني هلأ في شوي اختلاف بين مؤتمر دولي بيرعى يعني يرعى لبنان كذا وفي عندك وصاية دولية يعني أو يمكن أنت حسب ما عم بفهم منك يمكن بده يبلش بمؤتمر ويكفي بوصاية. يعني ببلش بمؤتمر وهذا المؤتمر إذا كان تحت إشراف الأمم المتحدة سيصل إلى طريق إلى خطة الطريق إنه كيف يمكن إنقاذ هذا البلد. إنقاذ هذا البلد التخلص من السلاح الغير شرعي. اليوم أنا بدي أسألك سؤال وأسأل كل الجمهور سؤال. اليوم إذا هذا السلاح اختفى تتصور في نائب أو وزير أو سياسي بيضل بهالبلد بيهرب على المطار خلال 24 ساعة وإلا بيكون بتنكت الزبالة. تصدق كمان انه منهم مدعومين دوليا من جهة معينة او من هيك ولا هالاسباب هني بعضهم موجودين يا اخي مدعومين دوليا حتى المدعومين يمكن لا لا يمكن لا يمكن هيدي الهالة او هيدي الصورة اللي هني عم يجربوا يظهروها حتى المدعومين دوليا حتى المدعومين اذا منهم مدعومين من الاحتلال الايراني منهم بامان عم يفلوا مظبوط. وحتى كمان عندك رأي بيقول انه اختفاء قوة معينة من دون استبدالها بقوة تانية او من دون التحضير والتهيئ الدولي لبنية قوية
ممكن يفشلها، وهذا شفنا التجربة بالعراق لما لما فل صدام وفاتوا أشخاص تانيين ورجعوا، لما فلوا الأمريكان كمان خلق داعش، نفس الشيء شفناها بأفغانستان، نفس الشيء عم نشوفها بسوريا. صحيح. يعني دايما في موازين قوى لازم تكون موجودة، يعني عدم وجود سلاح حزب الله في لبنان يمكن يعطي قوة لأطراف تانية بلبنان، إلا إذا صار في ما بعرف بناء دولة مبنية على القانون وتطبيق القانون. أنت شو رأيك بهذا الصدد؟ أنا رأيي أنه عنا نحن الجيش اللبناني هي المؤسسة الوحيدة اللي بعدها واقفة على رجليها، وهي القوة التي تلي قوة حزب الله. في حال حزب الله تراجع أو ساوم على خطة دفاعية أو بطريقة ما، الجيش اللبناني قادر أنه يضبط المضى، لأنه اليوم بمعلومتك الجيش اللبناني عم يفوت على كل المناطق من دون استثناء لمن بينسمح له، وبيدلي دوره وبيضبط الأمن. فبتصور اللي تعلموه من العراق وغير دول تعلموا أخطائهم، واليوم إذا بتلاحظ أنه اليوم التركيز الغربي على دعم الجيش اللبناني فقط تيكون القوة التي ستحل محل الاحتلال الذي نريد أن ننزيله. وأنا اللي بحب أحكي حزب الله مكون أساسي وإله شعبية أساسية، وهم لبنانيين ونحن نفتخر بلبنانيتهم، ولكن هذه الفئة سيطر عليها وانحرفت. أنا ما بتمنى أي شيء لحزب الله عسكريا أو شيء هيك، لأنه هو إخواننا. صحيح. بنهاية الموضوع أنا بختلف معك على رأي معين، بس ما أنك عدو، ما أنت وطني مثلي. بناء الوطنية والمواطن هي التي نفتقدها. وأخي الشيعي وأخي من أي طائفة كان، أنا بعتذر أنه عم نحكي طائفيا، ولكن هذا هودي إخواتي، والخطأ حاصل بكل لياتنا، ما حدا معصم عن الخطأ يا أخي. بالفعل. فبمحل عم شوف رأيين بكلامك، يعني رأي بيقول نحن بدنا حل دولي، مؤتمر دولي، يمكن حتى الفصل السابع، وعندك رأي بيقول أنه لا، الحل داخلي، التوافق داخلي، المجتمع الدولي حيجي تنفيذا ل ما بعرف الاتفاق او الرؤيه الداخليه. يعني اخرة النهار اذا نحن ما لقينا حل بين بعض، كل واحد حيقدم لنا حل بيشبهه او حل بيناسبه او بيخدم مصالحه. فكيفيه التوفيق بين الحل الداخلي والحل الخارجي؟ الحل موجود، الحل موجود. اتفاقية الهدنة سنة 1949 بين لبنان وإسرائيل هي تحت الفصل السابع، وهي تلزم لبنان بمعاهدة سلام كما تلزم الطرف الإسرائيلي بمعاهدة سلام، وكذا. والأهم من كذلك أنها تحدد الحدود البرية والبحرية 100%. اتفاقية الهدنة ما عم يجوا على ذكرها، ما عم يجي على ذكر، ولكن هي الأساس. وال 1701 وال 1559 هو يبنون أسس قوية، ولكن اتفاقية الهدنة هي تحت الفصل السابع، هي نحن ملزمين فيها. نحن لم نبدأ أي حرب كدولة لبنانية على إسرائيل من سنة 49، نحن حافظنا على هي، وهي تحدد حدودنا وتنهي كل هاي النزاعات. فإذا أنا برأيي أنه الحل موجود، أنه الأمم المتحدة تدلي بدورها، والأمم المتحدة تدلي بدورها بوقت واحد عندما تجتمع الدول وتقرر أنه بدكم تنفذوا هاي القرارات. أنا بدي أعطيك مثال، الجيش السوري والاحتلال السوري اللي كان بلبنان انتهى بظرف 24 ساعة، مظبوط ولا لا؟ الاحتلال السوري لمن 14 آذار كانت عم تساوم عليه، كان إعادة تمركز الجيش السوري إلى البقاع، مظبوط هاي الخبرية؟ مظبوط. ولكن قرار الدولي بذات الليلة أملى على الاحتلال السوري أنه لا، تتراجع إلى الحدود اللبنانية، جيش من دبابات ومدرعات وعتاد وعديد. القرار الدولي يمكن أن يحقق شيئا،
ولكن علينا نحن بالداخل أن نتكاتف وأن نتقبل بعضنا البعض. بدنا نعيش مع بعض نحن. هذا اللي كنا عم نحكي فيه، كيفية التوافق بين الحل الداخلي والتوافق الداخلي وفرضه ساعتها خارجيا. يعني لو ما كان داخليا كله عم بيقول ما بدنا النظام السوري بلبنان وبدنا الاستقلالية، ساعتها اجى المجتمع وقال لا انتم معكم. ولكن يمكن تكون اسهل العملية بنظام سوري لانه معروف عنده عنصر صحيح هون صحيح عنده آلية صحيح هون صحيح. هلا نحن كيف بده ينسحب الفساد من لبنان، ولا كيف بدها تنسحب منظومه الحزب من لبنان؟ بيقول لك ما نحن مش هون، بدي سلمك سلاحي، بدي سلمك الصاروخ، او بدي سلمك الهيدا. الصاروخ يمكن تسليمه يحمي الاجندات الخارجيه اكثر من الداخليه صحيح. لانه صحيح اللي مشكله بالداخل هو مش الصاروخ، لان الصاروخ ما حيقدر يعمل فيه شيء. هي السلاح الميليشياوي المتفلت واللي الكل عنده اياه، مش بس الحزب. صحيح صحيح. انا لا ادعي انه هذا الصاروخ اللي حمانا من عطرسه الاسرائيليين انه ينسحب، لا. هذا نحن بنفتخر فيها، الصاروخ اللي حط اسرائيل عند حدها. ولكن لما استدار هالصاروخ الى الداخل هالخلاف حصل هون. بس ما هو اندار للداخل، ولكن استعملت البندقيه للداخل بسبعة أيار. البندقية إلى الداخل أو الصاروخ، المهم أنه وصل إلى الهيمنة التامة على كل مرافق الدولة. شو بيفوت من البور، شو بيطلع من التهريب على الحدود السورية، كله تحت أمرة واحدة، تحت أمرة واحدة. المستفيدون عديدون. مين اللواء عباس إبراهيم؟ ما في يقل لك. لا ما أنت عم بتقول المخترق هو الأمن العام، الحدود اللبنانية، البور اللبناني والمطار اللبناني اللي هني تحت قيادة اللواء عباس إبراهيم. يعني عم بتقلي كأنه اللواء عباس إبراهيم تابع للحركة وللحزب. أنا ما بعرف تفاصيل، ولكن منطقيا هاد التهريب اللي عم يصير ما انه تهريب من شخص واحد عم يهرب كل شيء وبيعطي جايبته، في منظومه فاسده وكلها على توافق. يعني صحيح. انا بتسمح لي بهرب شويه بنزين من هون، انا بسمح لك تفوت دواء من هون. هاي منظومه عليها الزوال، يعني اكيد ما في اي بحث في هذا الموضوع. ولكن العوده الى سلاح حزب الله، سلاح حزب الله ما المطلب انه نخلص منه، هذا سلاح يحمي حدودنا. ولكن علي ان يؤتمر بالنظام اللبناني، والنظام اللبناني علينا اعادة تكوينه. ان سألتني شو دور الطبيب، لبنان اليوم الدستور الموجود او الانظمة والقوانين الموجودة برهنت عدم فعاليتها، فعلى كل فرد ان كان معه شهادة طب ولا ان كان فلاح بحقله ان ينشر الوعي لبناء دستور جديد، لبناء نظام جديد، لبناء وطن جديد لنا كلنا، مش لفئة أو تاني، نحن كلنا منضلنا بهاي البلاد. طب من هيدا النقطة كمان عنا شوية عتب على الأطباء، لأنه بيقول قسم أبوقراط أو أبوكريتيس اللي هو أحد الفلاسفة وأب الطب عالميا، أنه في بهيدا القسم في دور عنده للطبيب، وأقله هو دور إنساني وليس دور يبتغي الربح. وعنا بلبنان عم نشوف بمجرد ما الضائقة المالية زادت الدكاترة كلهم عم يستقيلوا، إن كان دكاترة جامعات ولا دكاترة أطباء بالمستشفيات، وعم يسافروا لبرا. أليس القسم اللي هن أخدوه وقت مارسوا هيدي المهنة أول ما بلشوا فيها يفرض عليهم إنسانيا أنه بالعكس يضلوا بلبنان للدور السياسي مثل ما أنت عم بتقول التثقيفي والوعي، واثنين لمساعدة أهاليهم وتأمين الطبابة؟ بشكرك على السؤال وبأيدك 100%. نحن قمنا بثورة سياسية على طبقة سياسية، ولكن الثورة الفكرية تنضج الشعب اللبناني هي تتطلب أكثر بكثير من الثورة السياسية. بمعنى مثل ما بتتفضل وبتحكي، المواطني ما لنا موجودة، نحن شعب ما عندنا وطنية قوية، مع احترامي للجميع. يعني بتذكر الأطباء، أنا معك 100%، الطبيب لازم يكون من أول المقاومين،
نحن مقاومة، مقاومة البقاء، هاي المقاومة. اليوم المقاومة مش نحمل بارودة ونروح على إسرائيل، انتهينا منها لإسرائيل. إسرائيل نحن الفلسطيني، نحن بقلبنا والقضية الفلسطينية بقلبنا، ولكن علينا بدارنا قبل دار غيرنا. نحن الأهدينا للفلسطيني، ما في دولة بالعالم أهدته إياه، من أعطيناهم مكان يسكنوا فيه يقاوموا منه. قدمنا الكثير للقضية الفلسطينية، ولكن علينا بناء بلدنا اليوم، وبناء بلدنا هي بالنخبة، إن كانت مثقفة أو مثقفة. أعيد كلامي أن الشهادة ما بتعمل إنسان. ورداً على سؤالك، كثار أطباء مع الأسف يمارسون التجارة وليس الطبابة. أنا بتأسف أنه أحكي هالكلام. وعم نشوف هذا الشيء كمان بالأسعار الخيالية ببعض العمليات، ببعض أسعار المواد الطبية والمعدات والسوق السوداء اللي هلأ عم بتسيطر على الدواء. طب آخر سؤال حأسألك إياه هو، كيف بتقيم أداء الثوار حالياً؟ وهل برأيك بعد في عنا، يعني أنت حاكي كتير بالنسبة للتطوير القدرات البشرية، ونحن بلبنان من أهم إذا مش أهم عنصر عنا إياه، أو مورد عنا إياه، هو الموارد البشرية والعقل والإبداع لدى الشاب اللبناني. وعم نشوف كتير منهم كمان عم بيفلوا مع الأطباء ومع هجرة الآخرين. هل برأيك هالموارد الموجودة كافية لإعادة بناء لبنان؟ وهل في عنا المقدرة على استعادتهم سريعا بحال لنقول صار في حل عنا؟ وتقييمك هيك الصغير للثورة وأدائها حاليا. الثورة في ضياع. الثورة في ضياع ليه؟ لأنه ثورة ما قدرت تفرز فكر أو نخبة إنه هي اللي عم يسافروا. يا خي صحيح، أكتر اللي عم يسافروا، صحيح أنا معه. والمشكلة الثانية الأساسية إنه صار انقسام بالثورة. بالنسبة إلي يعني، صار في كتير من الناس اللي بيدعوا الثورة ولكن عم بيشتغلوا انتخابيا. الشغل الانتخابي غير الشغل الثوري كليا. نقابة المهندسين من أهم المفاصل اللي تبين فيها هاي الشيء. صحيح. النقابة تنتفض، نحن منبارك لهم ويعطيهم ألف عافية. ولكن أن تسمى عليها أحزاب لبنانية، مع أنها منها شاركت بالسلطة منها ما شاركت بالسلطة، ولكن يا ريت خلوا الثورة نقية لحين بناء الدولة، وعند بناء الدولة ترجع تخلق الأحزاب. اليوم اللي عم يصير عم نصدر الأحزاب إلى المقدمة وعم ندعيها لتبني المواطن والمواطنة، والخوف أنه تعيد ما فعلت 14 أذار. ففي انفصام بالثورة، ولكن هذا حال كل الثورات. ما في ثورة بتخلق فيها وعي من أول يوم، ولذلك أدعو الوعي. نحن اشتغلنا بالثورة ونزلنا ساحات، ولكن تبين لي أنه أنا العمل الفكري أساس. أسسنا مع السفير هشام حمدان مجموعة كتير صغيرة، ولكن يتصدرها دبلوماسيين. الدبلوماسي الدكتور هشام حمدان 40 سنة في السلك الدبلوماسي، 12 في الأمم المتحدة وأربع سنوات في المحكمة الجنائية الدولية. هالفكر أعطانا نحن كمجموعة زخم، وعملنا عمل يعني أنا بتشرف فيه، اللي من خلاله عملنا عدة مؤتمرات، وكان في مؤتمر موسع وأنتج كتاب. واليوم الفكر اللي عطانا إياه بيوع. أنا بدي أعطيك مثلا، اليوم المجرمين اللي قتلوا إخواننا في البور، اليوم أنا اطلاع، وهي معلومة من عند السفير هشام حمدان، هي مش معلومتي أنا، وهذا دبلوماسي من مؤسسي المحكمة الجنائية الدولية، بيقول إذا في واحد من المتضررين يحمل ملفه وحدا يعطي تك الطيارة وروح للمحكمة الجنائية الدولية ويقدم هالملف، هذا كافي أن المحكمة الجنائية الدولية تتدخل بمسألة البور.
لأنه القضاء اللي عندنا مهزلة. ما هيدي هي، سألت كمان أحدهم عن هيدا الشيء، قال لي إنه لازم يكون في حكم قضائي ولو أي شيء يثبت هيدا الشيء على أساس ويطلعوا فيه لبرا، يعني من دون أو مثلا لا. حكم قضائي بأنه ما في شيء، يعني واحدة من اثنين، يا حكم يثبت يا حكم ينفي، بياخذوا هيدا الشيء وبيتابعوه. أنا بدي أكد لك بالمية مية، أنا هذا حديثي مش شخصي، أنا طبيب، ولكن أنا على علاقة وتيدة مع الدكتور هشام حمدان اللي هو من مؤسسين 4 سنين بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، اللي بتقول أنه أي شخص يأخذ ملف متكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية وهي ما عندها خضوع للأمم المتحدة، هي محكمة مستقلة، يلا ويمكنها، هي البشير بالخرطوم، ما ناطرت الدول اجتمعت وقررت شو يعمل. طب ليه بعد لهلا ما حدا قام ورفع هيك دعوة؟ يعني كلياتنا بلبنان متضررين، انت متضرر، انا متضرر، صحيح علينا صحيح. بس نقدم المعلومات، صحيح. مش ضروري يكون رايحة اجري ولا رايحة عيني حتى اروح ارفع دعوة. انا بتأسف انه نقابة المحامين اللي هي نقابة الثورة اللي هي دعيناها شخصيا للاستاذ ملحم خلف ان يتقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية ولم يحصل حتى الآن. يعني نحن هون ساعتها بدنا نرجع نطالب ونأكد أي حدا من أهالي الضحايا وأي حدا عنده المقدرة أنه يرفع هيدي الدعوة، وبالذات النقيب ملحم خلف، أنه يتحملوا هيدي المسؤولية ويكفوا فيها للآخر ويتقدموا بدعوة لدى المحاكم الجنائية. وأنا بحب بس زيد كلمة على تفضل. لا داعي للقدرة، أنا بقول أي لبناني تضرر اليوم عنده ملف، قد ما يكون ملفه بالإمكان من دون أي قدرة مادية، لأنه في كتير ناس عنده النخوة وهي كلفتها المادية لا توجد. هذه تختلف عن المحكمة الدولية بخصوص الشهيد رفيق الحريري، المحكمة الدولية كلفت لبنان مليارات الدولار، هذه محكمة موجودة ما في كلفتها دولار واحد للشعب اللبناني، ما كلفتها دولار واحد للشعب اللبناني. حنشتغل لكن على هذا الملف وإن شاء الله نقدر نحق الحق ونقدر فعلا نوصل لخواتيم لهذه القضية، قضية العصر إذا بدك تقول، قضية لبنان اللي هو تفجير مرفق بيروت. دكتور أبو الحسن، أنا بدي أتشكرك على هالمقابلة القيمة، وإن شاء الله دايما منبرنا مفتوح لإلك ومنضل نكون صوت وصورة ثورة 17 تشرين. يعطيكم ألف عافية، وأنا بتشكرك على اللقاء الحلو، وبتشكر جهدكم بهالمحطة هاي اللي منتشرف فيها بهاي الثورة. تسلم. أعزائي المشاهدين، بدي أتشكر حسن متابعتكم وبدي أتمنى لكم أطيب وأحلى الأوقات مع باقي برامجنا. وللي عم يسألني وين صار التغيير، التغيير ببلش من عندك، أنت تغير هن بيتغيروا. وللي عم يسألني وين صارت الثورة، كمان الثورة بتبلش من عندك، أنت انتفض وحتلاقي الشعب اللبناني كله مثلك. إلى اللقاء.